قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن 10,000 مقاتل من الحرس الثوري والميليشيات التابعة له قتلوا في سوريا. أعلن التحالف الدولي أنه يساعد تركيا في البحث عن جندييها اللذين فقدا في سوريا، وأكد داعش أنه أسرهما. بدأت ميليشيات الحوثي حملة ممنهجة لمصادرة الكتب المدرسية في محافظة ذمار بحجة أنها تدعو إلى الفتنة ومخالفة للإسلام. قال الشيخ خليفة بن زايد بمناسبة اليوم الوطني إن الأخلاق هي صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم. يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى الإمارات لمدة يومين للقاء مسؤولين والمشاركة بفعاليات اليوم الوطني. طار دونالد ترامب رجل الأعمال ستيفن مانوتشين وزيرا للخزانة وأعلن تخليه عن أعماله لإدارة البلاد. جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته لتحقيق السلام مع إسرائيل عبر الحوار رغم ضغوط مؤيدي الاستيطان على الحكومة. استجاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جزئيا لمطالب النقابات بإقرار تعديلات على مشروع قانون التقاعد. لقي 7 أشخاص مصرعهم في حريق غابات اندلع في منطقة جبلية سياحية بولاية تينيسي جنوب الولايات المتحدة. وضعت روسيا قوات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم بحالة تأهب قصوى مع بدء أوكرانيا تجارب صاروخية ليومين. قتل 2 وأصيب 4 آخرون جراء هجوم مسلح استهدف حشدا من الناس في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.